بالنسبه للروبوت هو اختراع كويس قوي بالنسبه للاحوال اللي احنا فيها دلوقتي في البلد، لان الناس كلها خايفه، محدش بينزل من بيته تقريبا، المطاعم الناس قلت فيها جدا. فهو يعني انا شايفه ان هو اختراع كويس في المطعم، ان هو بدل الانسان يكون قريب مننا، او من حد يكون خايف انه حد يمسك الاكل قبله.